بصوا يا جماعه، علاء اهو بيعمل لي ميك اب حلو عشان البنات. اول ما هخلص الميك اب على طول. انتي كلك عمليه تجميل اصلا؟ لسه ما خلصناش احنا كل ده، بس ايه بنوريكم ان احنا بنعمل ايه. بعمل ميك اب، ما بعملش عمليات تجميل. بالظبط. انا ولولو خلصنا ميك اب، ايه رايكم في الميك اب؟ انا عايزه اقول لكم ان علاء مشهور قوي عندنا في كل السنابات اللي بيعملها وفي مصر بكلمه كده هنقولها لكم دلوقتي. هيموتوا مني.